توتر، مذاكره، بص من موسم امتحانات الواد يا عيني مش عارف يجاوب، فرط تعرج جامد جدا. فرط تعرج ايه يعني؟ مرضي اللي هو لازم يكون جنبه منديل يمسح. فنفس الشيء برضو بنحقن بوتوكس في المنطقه دي بطريقه معينه بتخفيف معين عشان نعالج الموضوع ده. التخفيف مش زي التخفيف اللي خدناه امبارح، هنتكلم فيه دلوقتي. احنا امبارح خففنا بكام؟ ب2.25. لا هنا هنخفف بعقل. واحد يقول لي يا دكتور مش انت قلت ان كل ما بتخفف هاي دايلوشن هاي ديفيوجن، كل ما بتخفف اكتر كل ما البوتوكس هينتشر اكتر ويروح في اماكن غير مرغوبه. مش ده اللي انا قلته ولا انا كذاب؟ انا قلت كده صح؟ لا انا مش كذاب، انا صادق فعلا. انا قلت كل ما تخفيه البوتوكس اكتر كل ما هينتشر اكتر ويروح في اماكن غير مرغوبه. بس ده البوتوكس اللي بيستخدم في ايه؟ في علاج التجاعيد اللي بيتحقن في الماسلز. امال انت هنا بتحقن ايه يا دكتور؟ انا هنا بحقن غده عرقيه، انا هنا موضوع تاني خالص. فلذلك التخفيف هنا مش هيضرني، بالعكس انا المفروض اخفف اكبر من البوتوكس اللي مستخدم في التجاعيد. يعني